السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات القرعة الأمريكية. فكما عودناكم مع قناة كمال كمال وصفحة كمال كمال، يعني دائما وفيكم بالجديد وتجارب الإخوان الذين يعني الحمد لله فازوا في القرعة الأمريكية، وبالتالي فازوا وحصلوا على تأشيرات المرور إلى بلاد العلم سام إلى أمريكا. فكما كتبت البارحة يعني منشور أنني سوف أمرر تجربة الأخ من الجزائر، فهو يعني فائز بقرعة 2022 والحمد لله، اجتاز الفحص الطبي والمقابلة بنجاح وحصل على تأشيرته إلى الهجرة إلى أمريكا. إذن إخواني أخواتي، رجاء شاهدوا يعني الفيديو وحاولوا أن تستمعوا جيدا، لأن خاصة الإخوان الجزائريين، لأن صراحة شخص لك مني كل التقدير والاحترام، يعني شرح بالتفصيل وبالديتاي وبال يعني من الألف إلى الياء لكي تعم الفائدة، ولكي يعني توضح تكون الصورة واضحة من يعني جميع الجوانب بالنسبة للإخوان ديالنا الجزائر. فشدوزوا الفحص الطبي، فشدوزوا المقابلة، الوثائق، مسألة الضامن وهي أساسية وراه ركز عليها بزاف، مسألة الضامن وشنو اللي كيعوض الضامن، وراه صراحة أنا عاد يعني شرح لي بالضبط شنو، لأن تواصلت معاه، فالضامن لا يشكل يعني، المهم ما نحرقش المراحل، هانتوما غادي تسمعوا بأمي أذنيكم وبأبي أذنيكم، أردوا علينا الأخبار إن شاء الله. صافي، يلا خليونا على بركة الله ندوزوا أن نشوفوا التجربة ديال الأخ. رجاء استمعوا جيدا لما يقول. إذن بسم الله. مرحبا خويا كمال، إن شاء الله تكون بيان وصحتك بخير وكل شيء مزيان. وان خويا كمال نشكرك بزاف على النصائح والوقت والمجهودات اللي راك تمد فيهم للفائزين بالقرعة الأمريكية والناس المهاجرين الجدد، يعطيك الصحة بزاف. انا فائز من الجزائر يعني، ولحسن حظي يعني بديت نتبع فيك من اوائل الاسابيع اللي خرجت فيها في النتائج، يعني انت مشكور. ولن نعرفك بروحي، انا فائز من الجزائر، الرقم تاعي 10K، وباعت الدياس في 18 مايو، توصلت بإيميل لمقابلة يوم 7 فيفري، يعني يوم المقابلة كان يوم 17 فيفري من نفس الشهر. يعني ما دايره مسألة الواي فاي والكونيكشن، يعني تأخذ شوية ديال الوقت. يعني كان عندي فقط 10 أيام بين الإيميل ويوم المقابلة، يعني من 7 إلى 17 فيفري. لحسن حظي أني كنت داير جميع التلقيحات بالإضافة إلى تلقيح كورونا، دير دوزة واحدة يضم ضيفها جونسون، فقط دوزة واحدة. ورغم هذا يعني كان عندي ضيق في الوقت، لأني ما كنتش مترجم الوثائق، وما كنتش ما كانوش عندي وثائق الضامن. يعني أنصح جميع الفائزين يعني يخرج رقمك في النشرة، روح مشي دير التلقيحات بالإضافة إلى ترجمة الوثائق ووثائق الضامن. هذه هي. بعد ذلك يعني أخذت موعد في عيادة الأزهر اللي فيها الأطباء المحلفين يعني والمكلفين بالقرعة الأمريكية، يعني رسلت لهم إيميل، وبعد 24 ساعة تلقيت الرد وتلقيت يوم المقابلة في عيادة الأزهر. عيادة الأزهر والكائن مقرها بدال إبراهيم بالجزائر العاصمة، يعني الموعد تاعي كان يوم 14، قبل 3 أيام من موعد المقابلة يوم 17. أول شيء تمشينا عادي على الساعة 8 صباحا، أنا كان عندي موعد على الساعة 9، يعني تصعد للطابق الرابع
اللي فيه مكتب الهجرة مختص بالهجرة الأمريكية. أول شيء تمد لهم جواز تلقيح ضد كورونا زائد الكارني دو فاكسيناسيون، يعني جميع التلقيحات المطلوبة، هذوك الرور والدي تي والاش بي في، يعني زوج دوزات في الاش بي في زائد لونتي غريبال، هادو هما التلقيحات المطلوبة. تمد لهم تاني جواز السفر تاعك الباسبور زايد 6 صور شمسية ستوندار بالإضافة إلى الكيز نمبر، هذا هو المطلوب. بعد ذلك بعد تقديمك للملف سابق الذكر، المسؤولة بالمكتب راح توجهك نحو الطابق الأرضي لتسديد حقوق الفحص الطبي والتي تختلف باختلاف الأعمار من 18 سنة إلى 24، راح تسدد مبلغ 16500 دينار جزائري. من 25 إلى 44 راح تسدد مبلغ 8500 دينار جزائري. فوق 44 سنة راح تسدد مبلغ 7000 دينار جزائري. يعني هذا البرام هذا راح توصل به في إيميل موعد الأزهر، راح يفصلوا لك بالتفصيل. لأنه إذا كان العمر تاعك مثلا من 18 سنة إلى 24، أنت مطالب بتحاليل البول، ولهذا تجد مبلغ الفحص الطبي يعني أعلى من باقي الأعمار. بعد ذلك ستدخل إلى قاعة من أجل منح عينة من الدم لغرض التحاليل، ثم ستمر إلى طبيب الراديو، يعني راديو الصدر، ثم تعود إلى الطابق الرابع من أجل يعني الفحص الطبي العام، يعني فحص القامة، فحص العينين، فحص الوزن، نبضات القلب، الضغط، الدم. يعني وهنا أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة، وهي أنه يعني مشكل العينين، يعني إذا كان عندك نقص في العينين هذا لا يعتبر مشكل تماما، لأنني أنا كان عندي نقص في عيني اليمنى، يعني كانت عندي 4/10، يعني ما شكلت حتى مشكل يوم المقابلة. ستسألك أيضا الطبيبة إذا كنت من مدمني المخدرات أو تتعاطى مشروبات الكحولية أو من المدخنين ومثل هذه الأمور. وبعد ذلك يعني بعد انتهاء الفحص الطبي ستعيد إليك ملفك، ستعيد إليك جواز السفر والكارني دو فاكسيناسيون وجواز تلقيح ضد كورونا، وتعطيك موعد من أجل العودة لأخذ النتائج. إذا كنت يعني العمر تاعك من 25 إلى 44 وهو نفس الفئة اللي كنت فيها أنا، ستعود في نفس الأمسية. أما إذا كنت العمر تاعك من 18 سنة إلى 24 فستأخذ يومين وقت من أجل العودة. مثلا إذا فوت يوم الاثنين ستعود يوم الأربعاء، لأنه كما ذكرنا سالفا هناك تحاليل البول ستأخذ وقت. بعد ذلك ستأخذ نتائج الفحص الطبي في ظرف مغلق يوم المقابلة، بالإضافة إلى الظرف سيتم منحك سي دي به نتائج الفحص زائد الراديو. الراديو والسي دي راح يمشي معك إلى أمريكا، أما الظرف المغلق راح يكون معك يوم المقابلة. يوم المقابلة مشينا على الساعة 8 من يوم 17 فيفري، بقينا انتظرنا يعني أمام السفارة حتى تمت المنادات علينا، وتم منحنا أرقام مرتبة من أجل الدخول إلى السفارة. أنا الرقم تاعي كان 14 من بين 18 فائز، يعني وقت الدخول يعني راح يطلبوا منك تخلي كل شيء، إذا كان عندك تليفون ولا صرف هكذا حديد ولا كاشي خاتم ولا سنسلة، راح تخلي كل شيء في الدخلة. بعد ذلك ستدخل بشكل عادي.
بعد ذلك ستتوجه إلى قاعة كبيرة، وستوجهك المكلفة بالتنظيم نحو مكتب لتسديد تكاليف الفيزا المقدرة ب 330 دولار أمريكي أو 46,200 دينار جزائري. وأريد التنويه إلى نقطة مهمة، وهي أن الإصدارات الجديدة من الأوراق من فئة 2,000 دينار جزائري و1,000 دينار جزائري لا يقبلونها، يقبلون فقط الإصدارات القديمة من فئة 2,000 و1,000 دينار جزائري، والجزائريون يعلمون هذا، يعني سيفهمونني. بعد ذلك ستعود إلى مكانك وتنتظر إلى غاية المنادات عليك من أجل تقديم الملف، كامل الملف. الملف المطلوب هو معروف: شهادة الميلاد، شهادة السوابق العدلية، شهادة البكالوريا، أو إذا عندك ليسانس أو ماستر أو دكتوراه، هذاك الشيء اللي عملتي في الدياس، مع الترجمة طبعا، يجب الترجمة. أيضا يطلبون جواز السفر ونتائج الفحص الطبي في ظرف مغلق وصورتين شمسيتين 5/5. وإذا كان كنت مفوت سيرفيس ميليتار، يطلبون شهادة تجنيد أيضا مع الترجمة. هذا هو الملف المطلوب. أيضا وثائق الضامن، أو إذا عندك كونت بونكار يعني. وهنا أيضا أريد الإشارة إلى أنه يوجد 3 من بين 18 يعني من الفائزين لا يملكون ضامن، فقط وضعوا حساب بنكي بأكثر من 100 مليون يعني دينار جزائري. مئة مليون سنتيم جزائري وليس دينار، هي تعادل 1,000,000 دينار جزائري، وتعادل أيضا بالدولار الأمريكي حوالي 5,500 يعني. من بين 18 ثلاثة لا يملكون ضامن، ولكن يملكون حساب بنكي بأزيد من 5,500 دولار أمريكي يعني. وأقنع القنصل بأنك تستطيع الاعتماد على نفسك بأمريكا. بعد ذلك ستنتظر إلى غاية المنادات عليك من أجل إجراء المقابلة. يعني المقابلة كانت سهلة، يعني ما فيها حتى شي حاجة صعب. أولا القنصل طلب مني إذا كنت أستطيع إجراء المقابلة باللغة الإنجليزية، فقلت له بأنني لم أصل بعد إلى درجة الامتياز من أجل إجراء المقابلة بالإنجليزية، وطلبت المترجمة إلى اللغة العربية. فيعني قال لي: حاول أولا باللغة الإنجليزية، وإذا يعني لم تفهم شيء أو لم تستطيع الرد بالشكل المطلوب، سأطلب المترجمة يعني. ومشات المقابلة عادي باللغة الإنجليزية بشكل عادي. يعني الأسئلة أولا طلب مني يعني رفع اليد اليمنى، و يعني والتعهد بمنح جميع المعلومات بشكل صحيح، وهو ما قمت به. بعد ذلك سألني ما هي أعلى شهادة أمتلكها ومتى تحصلت على شهادة البكالوريا. سألني عن الضامن، يعني كيف أعرفه وما هي علاقتي به، ومتى هاجر إلى الولايات المتحدة وبأي طريقة، وكم سأمكث عنده عند الضامن. ثم بعد ذلك سألني ماذا أفعل بعد تخرجي من الجامعة، ما هو مشروعي في الولايات المتحدة الأمريكية. فأجبت يعني بطريقة عادية باللغة الإنجليزية يعني. فقال لي إنه لا شيء أصعب يعني حتى باللغة الإنجليزية لم تكن يعني المقابلة يعني صعبة يعني. ثم في الأخير قال لي congratulations يعني، والجميع كانوا سعداء يعني. تم منح الجميع ممن استوفت فيهم الشروط، تم منحهم الفيزا بشكل عادي، حتى الذين لم يمتلكوا ضامن يعني كما
أشرت إليه سابقا وقاموا بملء الحساب البنكي. هكذا كانت تجربتي يعني في الفحص الطبي والمقابلة. أتمنى التوفيق يعني لجميع الفائزين بالقرعة الأمريكية، وإن شاء الله يتوصلوا بإيميل المقابلة عما قريب. ومرة أخرى أخويا كمال، نشكرك بزاف على المجهودات والوقت اللي راك تمنح فيه للفائزين والمهاجرين الجدد، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. إذن إخواني أخواتي، هذه التجربة ديال الأخ صراحة ما عندي ما نقول، يعني بها ديتايي تفاصيل إخواني الجزائريين، يعني أنتم عارفين دابا، وعطاكم نبذة حية مباشرة وتجربة واقعية. بقات المسألة ديال الضامن، هو فسرها لكم، وصراحة أنا غادي نحط لكم واحد المنشور، أن غير كيجيكم الموعد راه كتجيكم واحد الرسالة من عند السفارة أو القنصلية ديالكم ديال أمريكا في الجزائر، كتقول لكم ها الشروط. من بين هاد الشروط، إلا ما عندكش الضامن دير الكونت بونكير. فهنا أنا مناشدة لإخوان ديالنا الجزائريين، ومناشدة لأشخاص كاملين اللي راسلوني أنا كيقلبوا على ضامن فما لقيتش الضامن، حاولوا ديروا كونت بونكير. ما عندكمش الفلوس، كاين طرق إخواني أخواتي، إحنا عائلة، عارفين الظروف ديال كل واحد كي داير. سير تسلف الفلوس، دير قرض، دير أي حاجة ودير كونت بونكير. ها هو قال لكم تقريبا واحد 5000 دولار، 5200 ولا 5500، أنت دير كاع 6000 دولار. 6000 دولار ديرها عندك في الكونت بونكير وهانت غدوز. ها هو قال لك معاهم كانوا دوزوا ب 18، بيهم ثلاثة عندهم الكونت بونكير وفيزا مقبولة، والاخرين كانوا عندهم الضامن. اذا في حالة ما كانش الضامن عندك الكونت بونكير. اذا اخواني اخواتي، باش ما نطولش في هذا، ما يكونش الفيديو طويل، هانتوما شفتوا التجربة ديال الاخ من الجزائر الذي اشكره كل الشكر والتقدير، لان صراحة شرح باللغة الفصحى ويعني بالترتيب، وكذلك يعني الاجراءات التي قام بها فهي لا تختلف عن الاجراءات في باقي الدول غالبا، لان الا لاحظتوا حتى في المغرب نفس الاسئله، نفس يعني الفحص الطبي الصدر الى غير ذلك، كنت الاثمنه خلاص تختلف من بلد الى بلد اخر. مفهوم الاخوان؟ اذا لا تنسوا اخواني اخواتي مشاركه الفيديو مع الاخوان والمجموعات في الخاصه بالقرعه في الجزائر والدول الاخرين لكي تعم فائده هذا يعني التجربه الحيه لهذا الفائز. فكمال يحييكم بالتوفيق للجميع، الى فيديو قادم ان شاء الله نشرح عاوتاني ونعطي تجارب أخرى ونشرح معلومات وإجراءات أخرى. كمال يحييكم، سلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك ودعمونا لنصل إلى الأعلى. يلا تحية وتقدير لكم جميعا، سلام عليكم.